السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفقة محمد صلاح تمت ولا ما تمتش؟ محمد صلاح هيروح السعودية ولا هيفضل في الدوري الإنجليزي مع ليفربول؟ هينتقل إلى اتحاد جدة؟ طب إمتى الموعد؟ طب الرقم كام؟ طب ده مبلغ كبير جدا. طب كام بالمصري؟ ده كام بالدولار؟ كام باليورو؟ مبلغ وإثارة ومتعة وتشويق. وعاوز أقول لك، نجاح صفقة محمد صلاح من قبل اتحاد الكرة السعودي. عايز اقول لك ان الاتحاد الكرة السعودي نجح في صفقة محمد صلاح بنسبة 180%، 180% اكتر من نسبة نجاح صفقة نيمار وصفقة كريم بنزيما. عمل ضجة، وفعلا انا عايز اقول لك يمكن الاتحاد الكرة السعودي دارس كل ده، دارس كل ده، ودارس الخطوات اللي هتتم، ودارس. عارف ليه؟ لو احنا بصراحة، لو احنا خلينا عاملين كده للدوري السعودي، يعني الناس كلها كانت باصة كده شايفه الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، فجاه خلانا عامله كده 180 درجه. احنا لو احنا يا جماعه بقينا شايفين الدوري السعودي كده، واللي بيحصل في الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو اتنقل وبكريم بنزيما وكانتي وموتروفيتش ونيمار وكذا، خلانا عاملين كده. كل دول النجوم رايحه كذا، ياسين بونو، ميندي حارس مرمى الكاميرون واحسن حارس مرمى في العالم، يعني خلاص بقينا ملبوحين رايحين نبص على الدوري السعودي. بقول لك يعني فاجا بقى موضوع التراجيدي والكوميدي والعبقريه والمشهديه، الشكل التمثيلي اللي انت عامله سيناريو عبقري في قصه محمد صلاح، سيناريو عبقري من الاتحاد السعودي. حتى لو الصفقه ما تمتش فهو نجاح بنسبه 180% واكتر، انه خلى العالم كله اتلوح كده كله. انت لما تيجي مثلا هقول لك في مصر هنا مثلا هتفتح اون سبورت، اون تايم سبورت، مش عارف ايه سبورت، كل القنوات الرياضيه خبر محمد صلاح بيتصدر المشهد، حتى في الهري الكذاب والكلام المضاد خلاك تتقلب وتتكلم. يعني مثلا تفتح الدولاب بتاع الاوضه تلاقي ناس بتتكلم على محمد صلاح، تطلع في الشارع الناس وهي بتستحمى بتتكلم على محمد صلاح رايح السعوديه، الدوري السعودي عامل كذا كذا، الدوري السعودي جاب نيمار وجاب كريستيانو رونالدو وجاب متروفيتش وجاب كريم بنزيما وجاب وجاب وجاب، اللعيبه دي كلها، الناس كلها عماله دوشه، عمل لك ضجه بشكل رهيب جدا، واثارك وعمل لك متعه في قصه محمد صلاح غير يعني انت ما تتوقعهاش. الناس دي دارسه بتعمل ايه؟ الناس دي عايزه تحولك حولتك. احنا بقينا كده يا جماعه، احنا ماشيين كده، الدوري السعودي معدي اهو يا عم، الدوري الانجليزي ورا اهو، الدوري الاسباني يا عم، الدوري الانجليزي بقمه الدوري الانجليزي اهو اهو يا عم. بص، لا لا، الناس ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في صفقه محمد صلاح؟ اتحاد جده، مش عارف، الهلال السعودي، النصر السعودي، التعاون، الاهلي، انت عمال بيت باصص للدوري السعودي وما يحدث في الدوري السعودي من متعه واثاره وكل الضجه اللي هي معموله. هو قصد ده؟ الكلام ده مدروس. انا عايز اقول لك، انا مش قاعد مع منظمه الكوره او اتحاد الكوره السعودي وبيفكر ازاي، لا، لكن عاوز اقول لك ان هو دارس وعامل برنامج بيمشي عليه، برنامج يلوحك ازاي. ولو احنا واحنا بقينا ماشيين، يعني بقول لك ايه، الناس بتحلم ان محمد صلاح راح ولا ما راحش، الناس ماسكه الورقه والقلم بتحسب والآلة الحاسبه وعماله تحسب محمد صلاح بياخد مش عارف كام مليون في الشهر في كام ثانيه، طب هنجيب فول ولا طعميه والبطاطس الطماطم، موضوع وحسبه، حسبه برمجه، يعني برمجه. طب هيروح يحج ولا مش حج؟ طب هيعمل عمره مش عارف ايه؟ طب هياكل لحمه بعد كده ولا هياكل سمك؟ الراجل يا جدعان بيتمرن وعامل دايت، الليله كبيره جدا. انت بتتكلم على اسطوره كرويه، يعني سيب رضا عبد العالي يهري، مدحت شلبي، احمد شوبير، كل ده عمال يتكلم في صفقه محمد صلاح. هات لي اعلامي في العالم بتاع كوره ما اتكلمش على صفقه محمد صلاح وانتقاله الى اتحاد جده واللاعب في الدوري السعودي. طب ده نجاح ولا مش نجاح؟ ده نجاح ولا مش نجاح؟ لا، ده نجاح مبهر يا عم، نجاح مبهر، نجاح كبير جدا، غير متوقع، غير متوقع. انت ما كنتش تتوقع نسبة النجاح دي للدوري السعودي وانتقال محمد صلاح بهذا الشكل. برمجاندا يعني، بص، مدروسة مدروسة.
دروس يعني. حتى يعني مثلا رضا عبد العال طلع قال لك محمد صلاح هيخسر كتير جدا لو راح الدوري السعودي. يا عم ده اغلى لاعب في العالم، اغلى. انت بتقول ايه يعني اغلى لاعب في العالم؟ سيبك هيحقق ايه احسن لاعب، ما هو بقاله فتره طويله بيلعب في الدوري الاوروبي وبيحلم وبيعشم ناخد افضل لاعب في العالم، ما خدش. اصل يقول لك اصل الدوري السعودي، الدوري السعودي بقى متشاف. ده الدوري السعودي اللي خلاك تتكلم كده، ان الدوري السعودي متشاف، هريك كله كلامك ده ان الدوري السعودي متشاف. ويطلع واحد يقول لك ان اصل الدوري السعودي ضعيف المستوى. ضعيف المستوى ايه؟ ضعيف المستوى، انت صحيت من النوم؟ ضعيف صحيت من النوم؟ انت شفت مين في الدوري السعودي؟ انت اتفرجت على ماتش الهلال والاتحاد 4-3 من الفرقتين؟ اتفرجت على الريمونتادا؟ اتفرجت على كميه الفرص؟ طب شفت النصر السعودي ومتعه الكوره لمسات رونالدو مع ساديو ماني مع عبد الرحمن غريب؟ شفت سالم الدوسري واعوانه في الهلال السعودي؟ شفت الاتحاد اللي لسه طالع وكان نازل درجه تانية؟ يعني الاتحاد قصدي الاهلي السعودي، الاهلي السعودي كان نزل درجه تانية، نزل من دوري المحترفين وطلع وكان قاب قوسين او ادنى من اعتلاق قمه الدوري، ولكن في ماتش مثير جدا مع الفتح بيتغلب 5-1، مش متوقع طبعا. كل المتعه دي اللي في الدوري السعودي خلتنا تبص كده، لو احنا كده خلاص الدوري السعودي، وبعدين كل الفرق فيها نجوم، الموضوع مش فريق واحد بيكتفي وخلصت الليله، لا ده انت في منافسه، في فريق التعاون، التعاون يسحب كده واحده واحده كده وهو بينافس، هو دلوقتي في المركز الثاني بعد الهلال السعودي وبينافس وبيبص للنقط. يعني ده في فرق كده تحسها صامته كده ما بتتكلمش كتير وصاعده وواحده واحده عشان تبقى في مكانه هي عايزه تنافس على البطوله، بتسحب واحده واحده. فده فريق التعاون، التعاون السعودي بيعمل كده. النصر السعودي اتغلب اول ماتشين في الدوري بشكل عجيب، بيقدم كوره وبيوصل وبيضيع وكميه فرص ضايعه كتيره جدا، وفي النهايه اتغلب ماتشين ورجع 3 ماتشات فوز ورا متتاليه ليلاحق الكبار. خلاص بيجري بيجري مباريات وكوره متعه كرويه واثاره وحضور جماهيري. بقى الحضور الجماهيري اللي بقى في الاستادات، لا مش الحضور الجماهيري بس، نسبه المشاهده عملت ازاي؟ يعني اللي متابع كوره، طب انت عاوز تخش بس على اليوتيوب كده او اي برنامج كده وتشوف نسبه مثلا ملخص مباراه النصر السعودي والحزم، ملخص مباراه الهلال السعودي والاتحاد، ملخص مباراه الاهلي والفتح، ملخص مباراه الخليج والشباب، شوف الملخصات دي خلصت كام؟ خلصت كام؟ فانت تلاقي بقى نسبه المشاهده كام؟ عد بقى شوف كام مشاهده، وهات بقى ماتش ريال مدريد شوف كام مشاهده واحسب وشوف النجاح وصل لفين. عشان كده انا بقول لك صفقه محمد صلاح نجحت باكتر من معدلاتها بدراسه، يعني ما تمتش، نجحت. انا بقول لك نجحت ان احنا هتخلينا كل العالم كده محمد صلاح رايح الدوري السعودي. طب نشوف الدوري السعودي، شاف الدوري السعودي رغم القنوات بقت مشفره، رغم ان هو بيذاع في قنوات مشفره دلوقتي وتشترك في قنوات وبتاع، كان السنه اللي فاتت مفتوح كان على نسبه المشاهده، دلوقتي لما اتقفلت رغم ان هي اتقفلت وبقت باشتراكات لكن نسبه المشاهده زادت جدا، وربنا يقدرني واقدر اشترك واتفرج عليها في البيت يلا ان شاء الله هتفرج. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.